انطلق اليوم بكامل تراب الجمهورية تنفيذ البرنامج الوطني الاستثنائي للنظافة وحماية المحيط. هذا البرنامج الذي يمتد على مدى شهر زارت كاميرا الأخبار بمناسبة انطلاقه بعض النقاط التي تعتبر بيئيا سوداء في تونس الكبرى. كم يلزم من مجهودات ومن أموال نحن في أشد الحاجة إليها لرفع هذه الأكوام من النفايات المنزلية وفضلات البناءات؟ بقايا تراكمت على مدى سنوات في الساحات وعلى حافة الطرقات. سؤال طرحناه على المعنيين بالأمر في اليوم الأول من انطلاق الخطة الوطنية للنظافة وحماية المحيط. برشا فلوس معناها بالمليار دويت نقول، لكن نقول يد واحدها ما تصفقش، معناها لازم تضافر الجهود، خاطر معناها احنا في وضعية بيئية نجم تقول معناها تريز الارمانت. هذه الوضعية الخطيرة تعود أسبابها بالخصوص لتنصل عدد من أصحاب الجرارات والشاحنات من أي حس بالمسؤولية وتحويلهم في غفلة من الجميع عددا كبيرا من الفضاءات حتى الخضراء منها إلى مصبات لفضلات الهدم والبناء. الناس هذوما يدوروا من حي لحي والمواطن يلقى حاجة قريبة، ربما ساعات كيدو حتى باش يمشي للبلدية. المخالفات بسيطة، المخالفة صنف أول أو صنف ثاني 30 أو 60 ألف ما تردعش للمتجوزين. لهذا نحن بصدد الإعداد لتنقيح القوانين اللي تضبط العقوبات هذية من أجل الترفيع فيها، والترفيع فيها بنسب مرتفعة جدا. ومن السبل التي تم إقرارها للقضاء على قرابة 90% من النقاط السوداء رسكلة فضلات البناءات بعد توفير مقاطع بكل ولايات الجمهورية لاحتوائها، هذا إلى جانب مزيد إحكام استغلال المصبات المراقبة وتوسيع بعضها وتشريك المجتمع المدني في التوعية بضرورة مساندة مجهودات الدولة لمعالجة الوضع البيئي المتردي في البلاد.